السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكد وزير الصحة خالد أي طالب يوم ثلاثاء بالرباط أن المغرب يراهن اليوم على الإبقاء على التحليل المخبري الموسع مع التزام الحيطة والحذر لتجنب خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس. وأوضح أي طالب في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول وضعية الحالة الوبائية والإجراءات الصحية لما بعد رفع الحجر الصحي أن المغرب يراهن أيضا على الحفاظ على المعدل المنخفض للوفيات وتدابير الحماية الفردية والجماعية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، مؤكدا أن ضمان شروط نجاح هذه التدابير يستلزم تعبئة وانخراط كل الشركاء والفاعلين على كل المستويات. واستعرض الوزير الركائز الأساسية الخمسة للمخطط الاستراتيجي الرامي لمواكبة رفع الحجر الصحي، وتشمل توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، ومواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. نشكركم على حسن المتابعة.